في ربط مع المدينة، بس مع رحيل والدي أصبحت مدينة بيروت كأي مدينة بزورها. ففي رغم وجود إخواتي طبعاً ومحبتي لإخواتي وزيارتي زياراتي الدائمة لهم، بس بضل هذا الرابط الروحي أو المعنوي. في فضاء الشتات نمت هذه العلاقة الجميلة مع الموسيقى. درست الموسيقى وامتهنت هذا الطريق، يعني طريق الموسيقى، وذهبت إلى العود تحديداً، بينما لما كنت في بيروت كنت تحب آلة الجيتار. شوف المفارقة. رح نرجع مع الموسيقار الفنان مروان عبادو بعد قليل. مش هلأ، بعدين. الولد الصغير مروان كيف راح للموسيقى؟ جدي كان يغني، جدي من أبوي، بس كان يغني كتير وكنت أسمع منه. أمي كانت تردد شوي بعض نسميه حداء فلسطيني. بعدين اجت أجواء معهد الفنون الجميلة، فكان في دائما عود مع الطلاب واغاني، طبعا اغاني فتره اواخر السبعينات والثمانينات، يعني الاغاني الملتزمه. بعدين انتميت لفرقه في بيروت، كنت اهرب من المدرسه واروح اغني مع هاي الفرقه. كنت مشاغب سياسيا؟ طبعا كنت مشاغب. خافوا عليك البيت صح؟ صحيح. وايديولوجيا يعني كنت مع يعني من جماعة الشيوعيين في تلك الفترة، لأن معظم اللي طلعوا كانوا متأثرين بهالأجواء الأغاني الملتزمة. طبعا كنت متأثر باليسار. وبتصور يعني في الواحد يقول أنه اليسار كان عنده مشروع فني، مشروع وأفرز كثير تجارب. صحيح. أعطى شيء كمان نفس علماني بالحدود الدنيا لشيء اسمه علمانية، وبتصور هاي كانت كمان محيطي. وبنفس الوقت عدا عن اليسار ولا مش يسار، كان في بيروت بعد دولي، يعني كان يشوف الواحد من مختلف الجنسيات. صحيح. وهذا كمان مزيك، يعني يثري كثير طبعا. يعني رأس مال كبير جدا للعاصمة، للبلد، للثقافة. نرجع للموسيقى. رحت للجيتار كما قريت. طبعا الجيتار كان يعني من الآلات يمكن جزء من شبيبته للواحد. من بيحمل جيتار بيكون شوي سكسي يعني. بده جو غربي يعني. لما طلعت للنمسا قررت كمان أدرس الجيتار في المعهد بالكونسرفاتوار، وأول أمسي لإلي يعني في المعهد. فقدت الشعور بأصابعي وشعرت أنه هاي الآلة مش آلتي. العود كان معي بس ما تأسست فيه، يعني كان بس مجرد مثل ما نحن بنقول طنطنة يعني، ايه طقطقة يعني، احنا نقول عزف وهيك يعني. بس كنت محظوظ كمان انه التقيت مع استاذ عراقي من المدرسة البغدادية، الاستاذ عاصم الشلبي. وقدرت اكتسب كثير شغلات في هاي الآلة.
بس كمان نفس الوقت كان عندي أنا يعني اتجاه نحو الأغنية، اتجاه نحو التجديد، نحو التغيير، بعيد عن المدرسة البغدادية المقامية. بس طبعاً كانت بالنسبة لي هو الغناء، أنه أقدر أعرف المقام العراقي، يتأسس الواحد فيه وينطلق منه. فبالنهاية في جذر، ومن هذا الجذر في تنوع باللغة الموسيقية. جميل. طيب دراسة العلوم الموسيقية وعلم الشعوب، شو علاقة التخصصين ببعضهم؟ لأنه في بالعلوم الموسيقية في دراسة اسمها إثنوموزيكولوجي، يعني الموسيقى الأثنية، وممكن ربط هاي الدراسة مع هاي الدراسة. مشروع، إذا صح التعبير، مشروع مروان عبادو رايح باتجاه الأغنية الملتزمة، بتحب هيك شيء؟ شو بتحب تطلق على هذا المشروع؟ لأن أنا بحس بهالزمن، بهالوقت، وبتنوع هذه ممكن نقول الطرائق الموجودة، وهي طرائق يعني غالبا ما تذهب إلى أيضا التعاطي بمجانية مع الموسيقى، كيف اخترت هالخيار؟ خيار قاسي في عصرنا، صح ولا لا؟ شو بتحب تسمي هالمشروع؟ بتصور هو موسيقى، يعني لأنه كلمة الالتزام عندي ما عجبتك هاي الأغنية الملتزمة؟ الأغنية لأنه مشروعنا موسيقي، يعني مش بس مرتبط بالمضمون أو بالخط، يعني بعض الأحيان هي الأغنية فيها حيلة أنه نوصل شيء موسيقي كمان وحتى في تلحين النص الشعري. نعم. كمان الهم المركزي راح يكون الهم الموسيقي. فنحن الفكرة الأساسية أنه نعيد إحياء شيء اسمه تقليد موسيقى آلاتية، وبهذا الشيء أنا بعتبر حالي إنسان محافظ جدا، لأنه الموسيقى هي معتمدة مش بس على الشعر ولا على الكلمة، معتمدة على الجملة اللحنية، وهذا اللي بتصور الشيء المركزي في حياتنا. لأنه إذا ما في موسيقى ما في شعر يغنى، وممكن تتواجد موسيقى وشعر مخفي. نعم. يعني بس نحن طبعا سمعنا سماع مبني على الطرب، على التطريب للأسف، بس هذا مش موجود اليوم. يعني اليوم نحن موجود الأغنية السريعة، الأغنية الاستهلاكية. نحن يعني نحن جيل موسيقي، يعني بسمح أحكي عن نفسي مش عن الآخرين، مندفع عن شيء اسمه مسرح. مسرح موجود عليه آلات موسيقية وترية أو آلات عادية جدا، مندفع عن شيء اسمه سمع، ثقافة سمع. وبتصور يمكن أكثر شيء نحن محتاجين له أنه نسمع لبعض. كيف ممكن تكون في ثقافة سمع إذا ما في تربية موسيقية جمالية، في تربية سمع كمان؟ احنا بنفتقد لهالشيء، يعني يكاد يكون العربي، خلينا نتكلم عن محيطنا اللي انت بعيد عنا، يعني ربما او بتواصل معاه، يعني موجود هلا، راح تعمل جولات، راح نلقي الضوء على هذه الجولات ايضا في المشرق، ان احنا ما عندنا هالتربية ايضا مع الموسيقى، نتعاطى مع الموسيقى بتعاطي ايضا في خفة، يعني احنا ما لنا علاقة بالموسيقى قدر ما لنا علاقة ايضا بالكلمات احيانا او بصوت معين. حتى الموسيقى متى نسمعها احيانا؟ يعني احنا بننسى احيانا الموسيقى في زحام الحياة وفي صخبنا اليومي، نسمع الموسيقى احيانا في بهو الفنادق او في، يعني بس هذا مش بس مقتصر مش علينا، يعني لازم يعني بهو الفنادق إن متى نلتقي احنا مع الموسيقى، متى عم يتسرب الشيء الموسيقي بجواتنا، هذا اللي بقصده. في عنا بتصور بثقافتنا العربية اللي هي معتمدة على الكلمة، وهذا يعني هاي الكلمة تقتنص كثير من الفنون الأخرى، يعني مع احترامي للكلمة. وبتصور الموسيقى تقوم مربوطة أكثر بفرح، بعرس، خطوبة، صحيح، يعني مناسباتية. المشكلة إنه الموسيقى مرتبطة أكثر بالانبساط، بالترويح عن النفس والبهجة. وما وصلنا يعني في ثقافتنا في العمق إنه نقول إنه لا، الموسيقى تعبير عن حياتنا وتعبير عن مشاعرنا، بس مشاعري الصادقة، مش صحيح، مش المشاعر اللي بدها تنباع وسوق وتنشرها.
مثل أي الفنون الأخرى، يعني مثل ما بنحكي عن اللوحة، مثل ما عم نحكي عن المسرح، عن السينما إلى آخره. بس للأسف ارتبطت الموسيقى دائما بقصة الترفيه. ومشروعنا أنه أوكي، إضافة للترفيه بنحب نضيف لهالمكتبة الموسيقية العربية أشياء أخرى، منها تكون موسيقى آلاتية مش معتمدة على نص، وممكن تكون موسيقى معتمدة على نص وفصيح أو عامي، بس مربوط بشيء صادق بيعبر عني، بيعبر عن ذاتي. فهذا الهم المشترك اللي بتصور حالات الإنسان كلها. يعني كمان نحن نشعر بعمق الحزن والفقد طبعًا والألم في جنائزيات باخ، إذا يعني رجعنا للموسيقى العالمية فيها هذا الشيء. السؤال اللي ممكن يجي على بالي، كيف أستاذ مروان عملت هالفرقة؟ عندك فرقة، تكلمني عن كيف صادفوا أن عملتوا هالفرقة وتشكلت؟ يعني مجمل أعمالي كانت مع موسيقيين غربيين. طبعاً النمسا ما فيها كتير موسيقيين عرب، فكانت بعض الحاجة من الاختراع، بس بنفس الوقت كانت المفهوم كمان أنه أنا أستفيد من هاي القدرات الفنية والموسيقية، يعني بلعب مع شخصيات موسيقية. وهني كمان في نوع من الفضولية عند الغربيين، يعني بحبوا يتعلموا. فكانت دائما اللقاء هو ساحة معرفة في المهنة. نعم. ساحة معرفة انه انا عم بكتسب شغلات وهنا عم بكتسبوا شغلات. فكل عمل، كل اسطوانة